مظاهرات وين ممكن توصل؟ مستمرة على الرغم من أنه بعض الصعوبات، أساءوا للمتظاهرين أكثر من مرة، وهذه الإساءة تبرأ منها الأخ العبادي. هناك تصرفات من القوى الأمنية غير مسؤولة، ونحن قصدك الأخيرة اللي صارت أخيرة والقبلها وكلها، ونحن نحافظ مع القوات الأمنية على الأخوة والتعاون، لا نريد أن نعتدي. وصلتني صور حتى من ضمن التحرير، القوى الأمنية تريد الإصلاح، مو فقط الشعب العراقي يريد الإصلاح. أرجو من المتظاهرين أن لا يعتدوا بالألفاظ على الشعب العراقي، فبعض الشعب العراقي يخافون من الخروج في المظاهرات. إذا وجدوا أن التيار الصدري والتيار المدني ظهر لهم ويدافعون عنهم، سيخرجون معهم، مو يكيلون التهم أنه خونة وما أدري شنو. هذا لا أقبل به، أرفضه. كل الشعب العراقي يريد الإصلاح، لكن مرة تعبر عنا باحتجاجات، مرة يعبر عنا بالقلب وبأمور أخرى، كل بحسب ما يريد. أين ينصب الصدر خيمته؟ مجددا بسيطة، أكو خيمة؟ أي ليش ماكو خيمة؟ يعني أكو خيمة ممكن تنصب في مكان؟ بس نوع آخر، نوع آخر من الخيمة. إن شاء الله إن شاء الله العراق هو يبقى خيمة للجميع، لكل العراقيين. إن شاء الله. نشكرك.